يعني الواحد يشعر بسعادة يعني شديدة جدا إن هو بيقدم خدمة للوطن في الظروف اللي فيها بتواجه تحديات كبيرة جدا لصالح التحديات كبيرة جدا، وإحنا مهمتنا مهمة الحكومة ومهمة الوزارة المحليين ومهمة محافظة القاهرة كل الجهاز الإداري في الدولة هو خدمة المواطن المصري البسيط اللي بيسعى إلى يعني لقمة العيش ومحتاج تسهيلات مثل التي تقدمها هيئة النقل.